ننتقل إلى جربة، ومعنا من هناك من متحف جربة للتراث التقليدي مراسل الأخبار خميس بوبتان، وذلك في مواكبة لليلة المتاحف التونسية. إذن خميس، كيف هي الأجواء؟ مساء الخير دلال، نحن موجودين الآن في إحدى قاعات المتحف التراث التقليدي في جزيرة جربة التي أضيئت أنواره مساء هذا اليوم بمناسبة اختتام الدورة 31 لشهر التراث، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للتراث الذي ينتظم تحت شعار اللباس التقليدي، هوية وطنية وخصوصية جهوية. هذا المتحف الآن يشهد مجموعة من الزوار من مختلف الفئات العمرية التي تواكب هذا الفتح الاستثنائي والمجاني للمتاحف بمناسبة اختتام شهر التراث، وهذه التظاهرة انطلقت حقيقة صباح هذا اليوم وتتواصل إلى حدود 11 ليلا لفائدة رواد هذا الفضاء، باعتبار أن التظاهرة قد انتظمت صباحا وتواصلت إلى حدود الساعة 7 مساء تحت عنوان جربة المزيانة. كذلك هذا المتحف بمختلف فضاءاته شهد خلال شهر التراث مجموعة من التظاهرات، وخاصة تظاهرة الحوش الجربي التي واكبت خصوصيات التراث التقليدي بجزيرة جربة بخصوصياته المتعددة في متحف التراث التقليدي بجزيرة جربة. هذه التظاهرة تتواصل كما ذكرت إلى حدود 11 ليلا، وحضور مميز صراحة إلى حد هذه اللحظة في هذه التظاهرة، والاستفادة نعم. والاستمتاع بمكونات وخصوصيات متحف التراث التقليدي بجزيرة جربة إلى حدود 11 نعم ليلا خميس، بشكل مجاني. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الأخبار خميس بوبتان، كنت معنا مباشرة من متحف جلبة للتراث التقليدية.